مين فيكم ما بيعرف قصة السنافر يلي بتحكي عن الكائنات الزرقاء الصغيرة يلي دايما بطاردة شرشبيل مع القط هارهور؟ على الرغم من اعتقادنا انه شرشبيل هو ساحر شرير غاضب بهذا الكرتون، الا انه الواقع غير هيك تماما، او مثل ما كانوا يعرضوا لنا اياه على شاشة التلفزيون. لكن هو بالحقيقة هو شخص منيح وودود، اما الكائنات الزرقاء هن اللي كانوا اشرار مرتبطين بالشيطان. سلام عليكم، رجعت لكم فيديو جديد. اذا انت اول مرة تفوت على القناة اشترك وفعل جرس التنبيه. اذا انت ما حاطت لايك على هذا الفيديو حط لايك، لانه اللايك ما بكهرب. بدي اطلب منكم طلب، دي من الكل يعلق تحت بالتعليقات اكتر من تعليق، يعني قد ما فيك تحط تعليقات حط، لانه كل ما صار في تفاعل على هذا الفيديو فيديو بيطلع اكسبلور اكتر للعالم. اذا انت حاب انه تفيدني يطلع هذا الفيديو للعالم كله، علق تعليقات كتير قد ما بدك. ما بدنا اطول عليك موضوع الفيديو، خلينا بلش. جارا جامل، هذا هو الاسم الحقيقي لشرشبيل. ترجع قصته الحقيقية للقرن الثاني عشر والثالث عشر. كان هناك كاهن معروف بكنيسة اسمها برج الجرس الأسود. ولد شرشبيل ببلدة صغيرة بإسبانيا، وكانت عائلته كتير فقيرة، فتخلوا عنه لما كان عمره بس 4 سنين، انه بالاساس هي ما كانت قادرة انه تصرف عليه وتلبي له ابسط احتياجاته. فحطته بسلة عباب الدير، ولما لقوه رجال الدين اتبنوه واعتنوا فيه لحتى كبر وصار كاهن الدير، قسم انه يحمي بيته من اي كيان او حدا يسيء لإلهن. للمساعدة مين بحاجة حدا يساعده. على مر السنين صار كل واحد اعتنى بشرشبيل صار يموت واحد تلو الآخر، لحتى بقي لحاله بقلب هذا الدير، مع انه هذا الدير صار تقريبا مدمر. لكن الحزن اللي رافقه طول هالسنين على حزن او موت هاي الكهنة يلي ربوه كان رح يخليه كتير مجنون. لبيوم من الايام سمع صوت قط صغير على باب الدير، وقال انه هاد رح يكون رفيقي عبين ما اتحسن بطل حزين ومكتئب، وسماه هون هارهور، وما تركوا بعض لحتى آخر يوم بحياتهم. بس بدي ألفت نظركم لشي شغلة، إنه القط اللي لقاه شرشبيل بالأساس هو كان اسمه عزرائيل، بس هن غيروا اسمه لهارهور. شرشبيل كتب كل قصته وحكايته للناس تعرف قصته ويشوفوا كمان شخصيته النبيلة. لكن الشيء المثير للاهتمام بهذا الكرتون إنه شرشبيل صحيح دوره جاي عايش بالدير بعده كاهن ومعاه القط عزرائيل، إلا إنه جاي بدور عجوز شرير وغاضب بيحاول دايما يطارد المخلوقات الزرقاء. هلأ لنيجي على دور السنافر لنحكي عنهن. كلنا بنعرف إنه القط عزرائيل وشرشبيل جايين حتى يساعده لتدمير الشر، والمعروف كمان إنه عزرائيل هو اسم ملك الموت. السنافر ممكن يتميزهم بسهولة، وهن الخطايا السبعة المميتة، وهن بالكرتون بالنسخة العربية بيحملوا أسمائهم: الغضب والغرور، الحسد، الكسل، الشجع والشراهة. أما الخطية الأخيرة هي الشهوة يلي بتمثلها السنفورة البنت. شيء المثير للاهتمام إنه زعيم العائلة بابا سنفور هو الشيطان، لأنه الوحيد بيناتهن لابس أحمر. على الرغم إنه بيبينونا بالكرتون إنه هن طيبين، إنه في خلفية مظلمة وراهن. المفترض إنه في أرواح شريرة موجودة بقلب هاي الغابة تجلب الشر للبشرية. فهون واجب شرشبيل وحماية العالم من الكائنات الشيطانية، هن بالحقيقة الخطايا السبعة. لكن رسام شخصية السنافر قلب القصة رأسا على عقب. عام 1968 قدر يألفها ويحورها، اقنع كتير أجيال انه شرشبيل هو الشرير، السنافر هن الطيبين، بواسطة مسلسل كرتون واحد صوروه عام 1981 بالولايات المتحدة الأمريكية، لقى نجاح بأول فترة كتير كبير، ترجموه هون لعشرين لغة. عرفت كيف الإعلام بيقدر يتلاعب بالمعلومات؟ بيقدروا يغيروا ويقلبوا الحقائق، بيقدروا يغزلوا دماغ الأطفال بس بكرتون واحد. لكن خلصنا الفيديو، ما تنسى اللايك والسبسكرايب. إذا أنت مش مشترك بالقناة اشترك وفعل جرس التنبيه. بعرف الحلقة كتير قصيرة، ما بيأثر عادي. يلا سلام.